خوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خديجة أم البنات. كنتمنى الله تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نوجد معكم هذا الكيكة أو الكاطو، يعني واحد الكاطو اللي هو بسيط ولكن القوام ديالو يعني في المستوى. كيكة ديال عجينة اللوز. غادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير، فبقوا معايا لآخر الفيديو، فرجة ممتعة. بالنسبة للاجينواز، اللاجينواز اللي معتمدة عليها أنا دائما هما 5 ديال البيضات، عندي 2 كؤوس ديال الطحين 100 غرام، وعندي واحد الكيس ونص ديال خميرة الحلويات. هنا درت قبصة ديال الملح ودرت شاسي ديال الفاني. عزلت البيض على الصفار، دابا غادي نطرب البيض. بسم الله على بركة الله. طيبة. غادي ندير هنا 60 غرام ديال السكر فقط، لحقاش غتكون لاكريم غتكون حلوة. غادي نكب شوية بشوية. صافي، غادي نخليوها هكا هاد البياض ديالنا. بعد ما سالينا البياض ديالنا غادي نزلوه على جنب. بالنسبه للزيت كما كتشوفوا 4 ديال الكاس زيت المائده، وغادي نطرب. ودابا غادي نزيد الدقيق اللي مخلط مع خمارات الحلويات. غادي نخلط مزيان غير بسبادوله. غادي نزيد شويه ديال البياض البيض. من غير سوائل، ما كندير فيها لا حليب ولا والو. هنا غادي نوجد لاباط دو موند، هنا عجينة اللوز. عندي هاد المقدار هذا ديال اللوز بودرة. غادي نزيد قدو ديال السكر بلاصي. هاد العبار هذا سكر بلاصي، غادي نكبو عليه. غادي نطحن العناصر كامله. عندي هنايا ملون ابيض وعندي هنايا الماباج. هنا من بعد ما طحنته كما كتشوفوا غادي نغربلو باش ما يجيني فيه داك الحبيبات. كنحيدو منو هاد الحبيبات هادو. صافي، غادي يبقى لنا هاد البودرة هادي. هنا غادي نزيد واحد راس معلقة، 8 ديال معلقة صغيرة ديال الملوي الأبيض. وغادي نزيد الماباج. دابا غادي نزيد واحد نص معلقه، غادي ندير ونقيس. بسم الله. وغادي نزيد النص الثاني لان غير باش ما تخففش، وصافي ما
لحقاش خصها تكون شوية شادة راسها. غادي نزيد نص، دابا انا درت معلقه ونص، وغادي نشوف كنعطيكم داكشي بالمقدار وبالتفاصيل باش تنجع معاكم هاد لاباط دوموند. كما كتشوفوا من بعد ما عجناها كتجي على هاد الشكل هذا. ما تحتاجوش تشريو لاباط دوموند ابدا، تستغناو عليها، فقط كدار بالبودره ديال اللوز اللي كناخذو بها كنصاغو بها المكرون، او لا بغيتو اللوز اصلا عاوتاني كديروا به البودره. دابا انا غادي نعلكها واحد شويه باش تشد لي راسها. مش كتعطينا الطوع في اي حلوة. هانتوما كتجي من اروع العجينة ديال اللوز، احسن من هذيك المشرية. دابا غادي ندوزو للمونتاج. عندي هنا نسكافيه والحليب اللي باش غادي نسقي. نزيد واحد شويه ديال نسكافيه. بالنسبه للكريمه كما كتشوفوا الكريم شونتي غبره، وزدت عليه الحليب وطربته، وزدت عليه هاد السيرو ديال الفراوله لان الكريمه ديال الفراوله دابا غادي نطلقوا العجينه ديالنا بعد ما غنديروا شويه ديال النشا، حتى النشا خصنا نغربلو باش ما يخليناش داك الحبيبات.
لا انا غادي ندير هاد الزواقه هذه. على هذا الشكل الكيكه ديالنا. انا دخلتها المجمد شويه جمدات دابا غادي نوصف لها هاد وهنا درت واحد شويه ديال العجين. غادي ندير شويه ديال النشا وغادي نطلقو. غادي ندير بها واحد الوريضات بهذا الشكل. غادي نجيب واحد شويه ديال العجينه بيضاء بهذا الشكل هذا. غادي نثبتوها من تحت وغادي نحلوها واحد شويه. غادي نثبتو هاد الوريضات. غادي نجيب لهاد الكويرات بهذا الشكل هذا. حبيباتي وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذه هي الكاطو ديالنا او الكيك. كتجي على هذا الشكل. درنا لها ورق الذهبي. كنتمنى هذا الديزاين هذا ديالي ينال الاعجاب ديالكم. وشكرا على المتابعه. شكرا على الدعم ديالكم. شكرا على لايك واشتراك. واللي كيدخل القناه كله كنشكروه. واللي ما كيدخلش مرحبا به. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.